السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وغادي نتكلموا على المباراه التي توعد ما توعد، شكون اللي غادي يحكموا عليها، شكون هما على بالك اغلبيه، يعني نقولوا بلي هذه اللجنه وين تضم عرب من ليبيا من السعوديه من قطر وكلش، هذه اللجنه يخدموا فيها عرب، اسماوات تاعهم عرب، واتحاديات تاع من تونس من السعوديه، فيها لي زافريكا فاني لجنه هذه. إيه احنا الجزائري ما كانش مي كان الحاج محمد في الحاج محمد كان رجراج كان فيها خدام فيها هذه اللجنه، كان جاي الرجال يخدموا لا لي وخر وخروا كاع وخروا. راك تشوف كيفاش الحاج محمد راهو كان داير لكم كل بلاصه داير قايس لكم فيها بياسه، كل بلاصه قايس لكم فيها بياسه. من بعد يخرجوا ولا هذو المفرخ هذو بغاو يتشيخ، يقول لك فريخ بغا يتشيخ تا ولا يقول له الحاج ما كان والو، لا حنا ما خصناش الحاج، عندنا بالماضي كالي فينا، بالماضي كالي في كي دخلك للطواليت بالماضي، تبعته دخلكم كاع في اس تاع طواليت، كاع راكم في الطواليت كنتو تتبعوا فيه بالماضي بيديكم ديمو. كنت نقولها لكم ونعاودها لكم، الا ما عندكش الرجال وما عندكش التصدام عامر، روح شوي النمل يسلوك تاكل النمل. الا ما عندكش الرجال وما عندكش التصدام عامر وما تعطوش الكلمه للكبير، هو اللي يتكلفه، هو اللي يمد، هو اللي يدير، هو اللي منا، ونقول له كلمه ما دامكم تتبعوا في النقوش في الذراري، والله العظيم شوف يا الضوء الله ما تشوفوه. انا نقولها لكم من التالي كاع، هذه حقيقه قالوها الاولين، ما قلناهاش احنا التوالى، قالوها الرجال الوالى. ما دامكم تعطوا الكل مكلفين الغراوين، نقول لكم كلمه، وهذو الغراوين طايقينهم كانوا هذوك يهضروا على الحاج، قالوا لا ما عندنا ما نديروا به، لا ومن بعد ولا يقولوا الحاج انا بتميل، الحاج انا بت انا بتقل انا بت الحاج انا بتميل، انا جا في العمره. بركاو ما تكذبوا، تكذبوا انتوما تاع اليوتيوب اللي قلتوا الحاج تكذبوا، ما التالي كاع، ما كان لا منا لا مليها هذيا. وين عاودوا نولوا وين يتماسك المنتخب الوطني الجزائري بأمله في بلوغ نهائي كأس العالم 2022 عن طريق إعادة مباراته في إياب الدور الفاصل بالتصفيات. وانتم ما تبغوا تبهدلوا وتبغوا تجرجر يا بالماضي، اقعد في ليك بلاصي فلان وزيد جرجر هذا الشكامة، زيد جرجر هذا اللحاسة، جرجرهم على أخوك، اقعد يا جباب بالماضي، اقعد تدو ميترون، تقعد جرجرهم إليميني في التيرة وخليهم يتبعوها في التيك توك، لا بغيت نولو نكاليفو من التيك توك، لا بغيت ربي في التيرة بكي. ومن بعد سهلة، كاين الشكامة وكاين ولاد الحرام اللي ينشطوك في التيك توك. إذا شتوك الهضره في التيك توك من الاول خوات بصوالا ينشطوك. انا اقول لك كاين مشراكه، تعشى كيما مشراكه، هذاك يسكرو هذاك، قال لك احلف فوق الكتاب يا ودي، لا والله يقعد فوق الكعبه هذاك بلاد، والله العظيم ويقعد فوق الكعبه فوق بيت الله الحرام، وكباصا يهدر هذاك بشراكه من امنه، خاطر انتوما ما تعرفوش كيما نعرفو ولايا، انتوما ما تعرفوش. بنادم اللي يقول لك تحيا العداله الفرنسيه فيف لا فرونس، فيف لا فرونس يقول لك تروا فوا، لا خير فيه، العداله هذاك دايرها لك نابوليون الحمار اللي قتل لك اللي ماتت 10 ملايين جزائريه، العداله ينعلكم كاع. وينعلكم وينعل هذه فرنسا تاعكم كاع لغة الطواليت. وين يتماسك المنتخب الوطني الجزائري بأمله في بلوغ نهائي كأس العالم عن طريق إعادة المباراة في إياب دور الفاصل بالتصفيات. يا بالماضي اقعد دي ميترون وجرجر هذا المذاليل، جرجرهم يبغوا الذلة بالماضي،
اقعد انت ابكي في التيره ونتكاليفو انت ابكي في التيره كي نخسرو بكي. وكاين ناس كيما مشراكه وكلش يكاليفوك من التيك توك، نولو كاليفي في التيك توك، تولي غادي نولو كاليفيكاسيون غادي نولو نلبوها في التيك توك. انا نقول لكم في التيك توك الجمهور تاع الجزائري في التيك توك، والاخرين ملي اللي باين يلعبوا لهم فريق في التيك توك، كي تكمل بارتيا نديرو فينال في التيك توك. وإن تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطعن لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب أخطاء التي وقع فيها الحكم قصابة خلال المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر، والتي جمعت الجزائر بالكاميرون، والتي أقصتنا في 15 ثانية الأخيرة. وتختلف لجنة الانضباط عن لجنتين أخلاقية والاستئناف، وتتكون من رئيس ونائب رئيس مؤهلين لممارسة محاماة بجانب عدد محدد من الأعضاء، وتعمل لجنة وفق القوانين الفيفا للانضباط، وتتخذ قراراتها بحضور 3 أعضاء على الأقل في حالة خاصة، كما يجوز لرئيس أن يقرر بمفرده. وتعلن لجنة التأديب عن عقوبات منصوص عليها في النظام الأساسي للفيفا والقانون الانضباط الخاص بالفيفا على الاتحاديات والأعضاء والأندية والمسؤولين واللاعبين وسطاء ووكلاء مباريات مرخصين. وتتكون لجنة من رئيس والنائب و17 عضو، من بينهم ياسر مساحن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وواصف الجليل نائب رئيس الاتحاد التونسي للعبه. شو كاين رئيس والنائب تاعو، يعني رئيس هو تاع العضو من بينهم ياسر مساحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وواصف الجليل نائب رئيس الاتحاد التونسي للعبه. شو كاين هذا؟ بسم الله، واحد تونسي لافير تاعنا عند تونسي وعند سعودي. وتضم لجنة كذلك الكولومبي جورج رئيس، والغاني أنين نائب رئيس والعضو، وعضوية كل من ياسر مساحل رئيس الاتحاد السعودي، ووصيف جليل نائب رئيس الاتحاد التونسي، والفرنسي أرلوند، والفنزويلي كارلوس، والبرازيلي شرايت، يعني والإسلندي جواد، يعني والهندوروس وين برينسونس الهندوروسي، وجاو سنغافورة، كاي يعني كاو من إكوادور، ليناردو المكسيك، كاين تاع المكسيك فيلا من مملكة طنجة، ومارك من جزيرة بارموند، والمكسيكي باولو، والبريطاني بولي، وسليمان فافاني، والفيتنامي زاي ماي، والاسترالي توماس. ومن المقرر أن تنظر لجنة الانضباط في الفيفا في الشكاوي كل من مصر والجزائر، وذلك يوم الخميس 21 أبريل الحالي. وكاين المالي وكاين البيرو، هاكتو كاين ربعة تاع لي زافير، كاين ربعة تاع لي زافير. وضيع المنتخب الجزائري بطاقة، شوشو حنا ضيعنا بطاقة التأهل مونديال بعد هزيمة على ملعبنا أمام الكاميرون في الوقت الإضافي في إياب مرحلة الفاصلة. هذا مكان، وكان خبير التحكيم الجزائري محمد زكريني الذي أكد أن المباراة بنسبة كبيرة لن تعاد. هو مسكين ذاك زكريني، الناس تعايل فيه منا مسكين تعاود رجع فيه هدرته، ولا يقولهم تتعاود واحد مي قالوا بغينا تتعاود، ها نقولوا تتعاود وصايك. هذه هي صدمة، برك صدمة، شوك تاع 15 سكوند. ومن بعد هذاك مشراكة يخرج، انا قلت لكم كاع كيفاش موجودين، يخرجوا يعايروا الاعلام الجزائري، اعلام جزائري ما عندوش بريف باينه، كي يعاون انت تكذب. اعلام جزائري عارف علاه انتوما ما عاونكمش، انتوما خونه
مرتزقه، انتم راكم تحوسوا تشوهوا الصوره تاع الجزائر، تحوسوا دائما توسخوا الصوره تاع الجزائر في امام الدول. الاعلام الجزائري راه عام، ماشي الاعلام الجزائري، الناس اللي متحكمين في الاعلام الجزائري راهم عارفين على مسكتينهم، عارفين ما هما تاع عباسك، راهم يعيطوا لك وكلشي اعلام قنوات تاعنا يا مشراكه، كلهم يعيطوا لك صباح وحشيه تاع عباس تاع عباس، يعطيك الناس يتفرجوا كلش. انا نقول لك ما تلقاو اوامر بلعوا فمكم، كاش اللي دخل روحو، هادو خونه مرتزقه، هادو خونه مرتزقه، هاد الناس هادو راهم يشوهوا في الصوره تاع الجزائر، بصح قاعد تخلصوها.